كما واشاد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه بمضامين الكلمه الابويه التي وجهها حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عبر الاتصال المرئي إلى أبنائه الطلبة والطالبات من خلال البرنامج التلفزيوني مجتمع واعي الذي بثه تلفزيون البحرين والتي عكست مشاعر جلالته الصادقة والرعاية الأبوية الحانية والمحبة التي يكنها جلالته لأبنائه الطلبة والطالبات وعموم أبناء الوطن وقال وزير الخارجية إن كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عبرت عن حرص واهتمام جلالته الدائم بابنائه الطلبه والطالبات الذين يمثلون جيل المستقبل وعماد المسيره التنمويه المباركه التي توالي تحقيق انجازاتها ونجاحاتها وتميزها في كافه المجالات والميادين بفضل من الله تعالى وبجهود الاوفياء المخلصين من ابناء الوطن والذين برهنوا امام تحدي جائحه كورونا كفاءه عاليه وفاعله في اداره الازمه والتخطيط المحكم لمواجهه تداعياتها والتقليل من اضرارها حفاظا على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين واكد وزير الخارجيه ان جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه بفكره النير وحكمته المعهوده وانسانيته الرائعه اثر ان يتحدث من القلب الى ابنائه الطلبه والطالبات حديثا مباشرا وواضحا ليطمئن على تحصيلهم العلمي في ظل الظروف الصحيه الطارئه التي فرضتها جائحه كورونا في العالم اجمع وليبث في قلوبهم الإطمئنان ويؤكد لهم بأن العيون الساهرة على مصالح الوطن واعية لكل التحديات ومستعدة لمواجهة كافة الصعاب والعقبات حفاظا على الإنسان البحريني ورعاية لشؤونه ومصالحه وأعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني عن اعتزازه بمضامين ومدلولات كلمة جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه لما عكسته من نهج جلالته الوطني ووضوح الرؤيه والاهداف والتطلعات وثقته الراسخه في ابناء الوطن وقدرتهم على تجاوز الازمات ومواجهه كافه التحديات ومواصله التحلي بالروح الايجابيه والتكاتف والتعاون في سبيل مواجهه هذه الجائحه وتجاوز هذه المرحله الصعبه سائلا المولى العلي القدير ان يحفظ هذا الوطن قياده وشعبا من كل مكروه وان يديم على مملكه البحرين نعمه الامن والامان ويجنب العالم اجمع شر هذه الجائحه العابره